طبعا انا ابو نايف ارسلت سنابه قلت اعطونا اسئلتكم الجميل، حلو، خصوصا بما يخص الهبده اللي انت يعني استاذ في هذا الموضوع. لا لو سمحت، الوك هذا شغلتك. يقول لك سؤال: وش رايك ملامح الحياه في عصر الانسان الحديث؟ وش ابرز الفروقات بين حياتنا الان وحياتنا قبل 10 سنوات؟ هذا السؤال ولا مقال؟ يعني جاوب، حاول تهمت. شوف، ابرز الملامح في الحياه للعصر الحديث هي مهتمة بالمادة، يعني ما عاد فيه اهتمام بفكر ولا عاد فيه اهتمام بقيم، أعوذ بالله والعياذ بالله الصرف الله. نعم، السؤال الجزء الثاني: وش أبرز الفروقات بين حياتنا الآن وحياتنا قبل 10 سنوات؟ انعدام البساطة. انعدام البساطة، نعم. بس نعم، هذا أهم شيء. أهم شيء، يعني ما فيها أبدا، موضوع بسيط جدا. يقول: كيف للأرض أن تصبر على الناس الغثيثة في حين أن البشر عجزوا عن ذلك؟ عشان كذا منتشر مثل يقول يا الظلام. أي، لأن الأرض نفسها ما تصبر. يا سلام، في الحادثه تذكر اللي رفعت صوت علمها وبلعتها الارض، هذه من الناس الارض ما تصبر. يا سلام. السؤال الاخير: لماذا سمي الدوام دوام؟ الدوام لماذا سمي الدوام دوام؟ لان الدوام روتيني ممل، فهمت؟ دوامه انت تدخل وسطها وتضيع، يضيع وقتك، تصحى ما هو من الاستدامه. لا، دوامه دوامه. تصحى 6 الصباح، تطلع عشان تلحق على دوامك، ترجع بيتك الساعة 6 المغرب. انجابتك مرة بهبت، ما ولما الموضوع نخليه آخر سؤال. شكرا أستاذ جميل. لا حبيبي. رباح كافي، شلون يعني؟ هذا الكافي حقي. بفلوس ولا بلاش؟ فلوس. طيب عندي لك راي. سامي شو كل كاش؟ لا لا اسمع، بدون فلوس. خلي اللي يجيك يا يقول لك نكتة، يا يجيب لك سالفة حلوة. يعني لازم يسوي لك شيء بدون فلوس. طيب أنا لا عندي سالفة. ها. عندي شيء أبيه منك أنت ووليد. ها. وشو؟ جيب لي سالفة. تجيب سالفتك معك. حشتك معك. طيب اسمع، عندي لك اثنين الحين طازة. اوف اوف. طازة طازة طازة. اي والله. والله عظيم. بس انه ما ينقرن عاد الله حق بس ذا. لا لا قفل. عن كل انب اللي ما ينقرن. اسمع، بواحد قريب وواحد بعيد. متى من نبدأ؟ نبدأ بالقريب. اي اطعم. يا اخي رباح، يعني شفت ناس يعني نرجسيين، شفت ناس يحبون انفسهم، رباح ما شفت مثله صراحه. طبعا اسمه على الاكواب وهنا. يا اخي وش هذا؟ وش المرحله انت به؟ اسكت. سبق ان واحد حط صورته على كوب. من هو هذا؟ واحد حط فتح الكافي. من هو؟ حط باركود سناب بعد. بالله من هو؟ ما تعرف؟ لا والله ما ادري من هو. كنت بسويها، هذا اخذته من النرجسيه. منو؟ انا بس كتبت رباح كافي، اسمه كافي. بعدين ترى والله والله انه من اختيار المتابعين في الهاشتاج. قلت لهم ابغى لوجو وما شاء الله. يا ابن الحلال تطيعها، ترى ما وشو؟ لا يودونك بداهيه. لا هم اللي يطيعوني. لا لا ها ها وشو؟ انا اصبر بس. من الشخص اللي ماخذه منه؟ وليد. لا وليد، تقول انت حاط صورته مدري وش. لا يا ابن الحلال انت بلاك، شكلك كنت نايم ما تدري عن الدنيا. لا والله المو بالله وش هذه؟ طيب الحين عندك علومه جديده؟ اي بالله. عن وشو؟ انا عندي علوم وانت اول شيء اعطنا اثنين هذول. لا 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 الحل عليها. لا لا في مشوي انت بتحاكي تقول بسنابك وشو؟ وشي؟ في معلومات جديده كذا يا جماعه الخير. مشوي يقول عندي اخبار جديده تكنولوجيه. ها؟ ايه لا 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 بسنابك يشوفونه. بسنابك يشوفونه. بسنابك موجود ان شاء الله. بسنابك تقرير كامل، تقرير من الجمعه، لكن كنت انتظر ان التحديث ينزل عند المستخدمين. ايه عشان يعرفون شو انا هرج فيه. يا سلام. متى تنزل الخبر؟ الخبر امس تكلمت عنه. وهل تقول بشيء بينزل؟ لا تقرير. ايه زي وانا اسولف وياك طلعت النسبه وكذا وقبل شوي، فبخليهم مطلعين ان شاء الله. هو اليوم؟ ايه ايه زين. الله يصبحكم بالخير يا صباح الفل والنوم الزين.
نم بدري نم بدري نم بدري. والنصيحة الثانية لا تشرب الهواء على جوع، لا تشرب الهواء على جوع. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة اللي هي كأنها دريشة لكنها مسكرة من وراء، كأنها رف يحطون موجودة البيوت القديمة، يحطون عليها إسراج تنير تلقاه مرتفعة شوي. يقول الله جل جلاله كمشكاة فيها مصباح، نفسها هذا مثال حي قدامك. هذه اللي داخل المصباح كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة زي كذا. الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني من نقاء وسطوع. هذا 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 المثال قدامك. عاد إلى آخر الآية، لأنه مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. بقية الآية والله ماني حاضر عشان بسمع، لكنه شفت اللمبة هذه فقلت وذكرت الآية وقلت إني أوصل لكم هذا. معلومات الصبح أسسكت، كم واحد ما يدري بالله عليكم. شرط وأنا من أوائل الناس اللي أعلم كم شكات فيها مصباح. ها مصباح كنا الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ من فين طلع؟ وي يخوف، عمري ما شفته قدامي. الحمد لله. يو انا رحت البر شفت زيه هناك وربي خلاص جاتني هستيريا لما شفته، صار جسمي قشعر طول الوقت، اصلا مشينا على طول. عمري ما رحت البر هذا ودايما اعتزاف.